لو ما دفعتش الفلوس اللي عليك هاخد منك النص جراد. حدش قالك تخلف قرطة عيال وتتداين؟ اللي مخلف عزه من صلبه كيف سليم وعوضين وعبد الدايم وخليفة وسيد وأشرف ما يتهدلش. تعرف تربيهم ويبقوا ظهرك وسندك أبرك من قرطة عيال ما تلاقيهمش وقت ما تحتاجهم. السند مش في العدد، اتنين كفاية.